بيبي 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 بيبي، ما قلت لي يعني انت ليش متشيك هيك وحاط بيرفيوم؟ بتكون رح تتجوز علي وما لك مخبرني. نسيت لك والله يا حبيبتي، بس بعرف انه كنت حتتضايقي، بس يعني جوازي على السريع 3 ايام وراجع. بالله هاي لك هالصدفه وانا كمان. بلا خلاص اولي، لا تمزحي معي هذا المزح. خلاص اسفه. معقول اتجوز انا؟ لك انا شايفك مو مصدق، بس روحي عندي اجتماع ولازم هيك شيك حالي، يعني ما حلو قدام العالم. لك تقبر قلبي، انت حتى لو ما شيكت حالك قمر. يا اوتوموبيل يا جميل محلى، شو يا صباح الورد ابو سنف، يا صباح الورد يا استاذ قصي، شو هذا يخزي العين لابس ومتلبس ومتشيك شو هاد؟ على راسي يا ابو سنف. شو هالعطر بعدين؟ شو هالعطر؟ حبيته؟ لك دخلك هاد تعباية ولا ماركة؟ لا يا ابو سنف اكيد تعباية يعني. الله عليك يا استاذ. بدك شيء؟ لا لا، بس اكيد عندك هيك شيء موعد مع شيء وحدة صبية حلوة او من هدول الفنانات الجداد اللي بدك تدلهم على الطريق. شايف زعجتني انت ها؟ عيب عليك ابو سنف، انا معروف شو سلوكي ومعروف شو اخلاقي، انا مو تبع هاي الحركات، بعدين انا عندي مرة بتسوى الدنيا كلها. الله يسامحك، الله يسامحك يا استاذ قصي، انا عم اقول لك لا سمح الله خون مرتك او هيك يعني كبه ودور على حل شعرك، لك لا مو هيك الحكي، علي الحلال ما اكون عواضك، لك كل يوم اقضيها مع واحد شكل لك حلوه حلوه، الواحد هيك يعني يغير طعم الضرسه، يعني يوم كباب يوم فلافل يوم هيك مشوي يوم مقلي. ايه هيك قلتها؟ لا لا اخي لا لا، نطوت انت كيف ما بدك وغير طعم ترمك كيف ما بدك. يا عم شوم عليك، تفاجأت فيك ابو سنف، كثير تفاجأت فيك. تفاجأت فيني؟ دخيلك كله حكي صحافة. انتم يا جميلة. روحي والله ما عم بحكي مع حدا، ما رفيق. تعال في اشتياق، دخيل هالنظرة، دخيل الجمال، دخيل النعومة، ما رح خونك. روحي والله ما رح خونك. I love you كتير. شو طابخة اليوم؟ والله اشتقت لك، يعني كوشات كوشات اشتقت لك. عم بشتغل، اي عم بكتب مقالة، بس هالمرة حكتب لك مقالة عنك انت، يعني حكتب جمالك، عيونك، حواجبك، أنفك. يلا روحي بقى. شوفيني وانا عم بشتغل. بونجور. أهلا وسهلا. كيفك أستاذ قصي؟ أهلا وسهلا، تفضلي. ما عرفتينا عن حضرتك؟ ولو أستاذ قصي حلك تنسى، بس ما بعتب عليك، يعني انت بيجيك اتصالات كتير ومعجبات. انا سالي، اتصلت فيك امبارح من قبل ابن خالتك فراس. سالي اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نور المكتب. شو بتحبين شربك؟ انا اللي لازم اسألك هالسؤال. كيف بدك تسأليني هذا السؤال؟ ما انت بمكتبي وضيفتي. يعني استاذ قصي شو رأيك نروح نشرب فنجان قهوة بشي كافيه، هنيك باخد راحتي بالحديث اكتر، ولا ما بينطلع معي مشوار؟ لا شو ما بينطلع معك، قد اللي بينطلع معك ولو، بس يعني فينا نفهم الموضوع هون وناخد ونحكي على راحتنا يعني، بس مو اكتر. ولو استاذ قصي، يعني قعدة المكاتب والرسميات مثل قعدة المطاعم والكافيات، ولا خايف حدا يشوفك معي؟ لا لا ابدا، القصة مو قصة خوف ولا شيء، بس ما بعرف شو بدي اقول لك، انا المشكلة ما فيني طول وكتير حابب نطلع، يلا نروح. تفضلي. يا الله يا الله، ليش عم تبكي؟ ليش فهميني؟ ليش عم تبكي؟ عم ببكي لاني مره، لاني ضلع قاصر، لان الرجال كلهم خاينين. لك ليش شو صاير معك؟ شو اللي مبكيكي هيك؟ لك لكن أنا يلي بهالجمال وبهالحلاوة والظرافة، لك أنا بينضحك علي؟ لك أنا قلقت عم يحكي مع واحدة تانية؟ لك أنت بيهون عليك يا رولا؟ أمانة 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 بالله، أنا شو ناقصني؟ لك ليش هيك عم يعمل معي؟ العمى يخرب بيته. بس هن الرجال كلهم هيك، كلهم كذابين، كلهم لو شعلتي لهم أصابعك العشرة إلا ما يقدروا فيكي. إيه لا حبيبتي،
مو كل الرجال مثل بعض. ايه لا حبيبتي كلهم هيك، بس هن بيتمسكنوا لحتى يتمكنوا. ليش نروح لبعيد؟ جربي انتي افتحي الواتس اب تبع جوزك وشوفي التخبيص والبلاوي. ولا لقلك ليش الواتس اب؟ افتحي الفيسبوك وشوفي العجائب. ايه لا يقبر قلبي قصي، دائما موبايله بايدي ودائما بشيك على الفيسبوك والواتساب، بحياته ما طلع لي شيء زعجني. يا حرام يقبرني قصي. اي لا حبيبتي، هذا الحكي لو ما كان في عنده صفحه ثانيه. او ليش صفحه ثانيه؟ اعملي استرجاع للمكالمات الممسوحه وشوفي. يخرب بيتهم كلهم من حالهم. كيف يعني؟ يعني مو معقول إذا بنت حلوة مثلي الكل يستغلوها ونعين عليها. هلا أنا صحيح سبولو فري، بس كمان أهلي ما بيهون عليهم لأني أنا من عائلة محافظة. لا واضح واضح، أكيد أنت معك حق بكل كلمة قلتيها، وأكيد أصابيع الواحد مو مثل بعضها، يعني في فرنش في بوردو. أكيد بالوسط الفني في ناس مزوقين ومحترمين. لهالشي أنا طلبت شوفك وإجي لعندك، لأني كلني ثقة انك رح تفهمني وتوصيني. لوين؟ يا الله شو دمك خفيف. لوين يعني؟ لأول طريق الشهرة. ايه خلاص. اكيد اكيد. مشان اختصر عليك الاحراج، انا بعرف انه الفيلم بده تضحية وانا مستعدة، مهم وصل لطريق الشهرة بموهبتي. تضحية وشهرة؟ ايه خلاص ما تاكلي هم، اعتبري حالك صرتي اهم نجمة بهوليوود. طيب ايمت بدك تختبر مواهبي؟ اذا بدك انا هلا جاهزه. الله والله بتستاهل يا قصي، بدك تاكل اصابيعك وراها. طب انت يعني مين هيك من الممثلات اللي بتحبي تكوني مثلها مثلا؟ كثير بحب مثلهم يعني. عفوا. يا عبر قلبي اكيد مشغول يا باجتماع يا بشغل. الله يرزقك يا قصي. موبايلك كمان. مش الحال. شو ليش ما رديت؟ هلكوني بالشغل، اسا شو نعمل شو نسوي؟ ما عاد يعرفوا يعملوا شيء، لازم تكون انا لحتى اقرر، اعملوا هيك وسووا هيك، ما بتركوا الواحد هيك يعني ينبسط بقعده كذا. طيب ما قلت لي استاذ رح توصلني؟ طبعا طبعا هلا على طريقي فورا. لا استاذ مو هيك قصدي، قصدي طريق الشهرة. ايه طبعا طبعا. طب يعني معقول ما اكلنا شيء؟ خلص خليها لغير يوم، أنا صار لازم أمشي. إيه نمشي ليش لا؟ يلا بحاسبك. صحي بيبي، ما حكيت لي شو صار معك اليوم؟ يا لطيف شو تعبت اليوم يا روحي، من اجتماع لاجتماع، من حديث لحديث، لك من غرفة لغرفة، راح صوتي من كتر ما حكيت. يعطيك ألف عافية. طب ليه ما حكيت لي؟ كنت عم تقول لك كاسة زهورات بتري لك حلقك بتهدي لك أعصابك. لا روحي لا، الزهورات بتنعس، وبتعرفي عندي شغل طويل يعني بدي ضل سهران لحتى خلصه. طب ليه ما عم تكتب؟ انا زعجتك بشي؟ بدي ازعل منك؟ ها شو تزعجيني، بس روحي انا وقت ما بحب اكتب يعني بحب هيك مخمخ لحالي. طيب اصلا انا بكل الاحوال نعسانه ورح فوت نوم، ليك اذا بدك شي فيقني. معقول فيقك يعني؟ انا لحالي بقوم على المطبخ بظبط اموري، انت روحي نامي وارتاحي لانه طول النهار عم تتعبي معي. يا عمري تصبح على خير. انت من اهلا.
شاء الله بفوت نام جوا اريح لك من هون. قصاي بيبي قوم صحصح لما ما صابي لك قهوه. صباح الخير روحي. صباح النور بيبي. انت مغير شي الباسورد تبع الموبايل؟ ليش روحي؟ شوف في حدا اتصل فيني يعني؟ اي في حدا اتصل بس انا ما لحقت رد، ووقت اللي حطيت الباسورد اما فتح. يلا رح قوم انا اعمل القهوه. روحي هدول من الشغل. هلا بروح وبعرف شو بدهم. ابو عبدو. نعم استاذ. ابو عبدو جاي لعندي ناس مهمين كثير، ما بدي حدا يفوت لعندي، مين ما بده يعني انا مو هون، فهمت؟ ماشي يا استاذ حظ. استاذ ولا حتى انا كمان؟ حتى انت. ايوه استاذ. طيب استاذ مين بده يقوم واجب الضيافه ويشربهم شاي؟ ابو عبدو ما بدي ضيفهم شيء، افهم علي، اذا بدي اياك بدق لك، فهمت؟ حاضر استاذ فهمت. هاي بيبي. وعليكم السلام ورحمه الله. يا محمد جواد صاروخ أرض. أبو عبدو. حاضر استاذ. تفضلي تفضلي. ايوه بس والله ما انا كيك يا استاذ قصي، بس يا اخي شو بدك بالحكي؟ والله مستاهله. أبو عبدو. حاضر استاذ حاضر. انا اسفه اذا سببت لك احراج امبارح بالليل على الواتس. لا 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 ما في مشكله، بس اليوم الصبح الله سترنا. طيب شو بعمل؟ يعني اشتقت لك ما قدرت قاوم. معقول عم يخوني؟ ليش ما راح موبايله دعمه بجيبته؟ لك حتى الباسورد بحياته ما غيره من وقت الخطبه. معقول حكي موسيم صح؟ هلا هي على قد ما لها قرارة وكذابة وشرنة، شو إذا ما حق يحكي مع غيرها؟ بس أنا شو ناقصني؟ مو معقول قصي يكون هيك. طول عمره قصي صادق وملتزم وماله بهالحركات. لك الله يلعنك يا أم وسيم، رح تخليني يصير شك بقصي. خليني أتصل فيه وأطمن عليه. الو هلين حبيبي، شلونك يا عمري؟ ولا كمان اشتقت لك. بعرف حبيبتي عم بتدقي لي، بس كنت حاطط السماعه على جنب لانه عندي اجتماع. ايه يا عمري، بس خبرتك يعني انه مشان ما تسنيني على الغداء كثير مشغول. وحبيبتي اذا لقيتي جوالي مسكر لا ينشغل بالك، انا كل شوي بتطمن عليك يعني، بدق لك وبدقي لي. يلا الله معك. باي باي باي. جمالك وين حابب يروح ياكل؟ وين ما بدك، انا من ايدك هي لايدك هي. على الحالة انت بايدي امينة. طب يلا انا مت من الجوع. خس الجوع، يا ريتني سندويشة شاورما. انا شو قصتك انت كمانك عم تحلي؟ يا عمري تمام شلال صح على قلبك. حبيت هالمطعم حلو. حبيتيه عن جد ظريف المحل. خلص كل يوم حجيبك عليه. كلي من ايدي. عم تصغريهم فكريني هالقد انا. طبعا. ايه؟
ايش كل هدول؟ حياتي دول للفيس الجديد، عملت مبارح فيسبوك إلك ولإلي، ولا تنسى اسمك على الفيس، انت اسمك الفارس المعذب وانا اسمي الفراشة الطاقية، يعني هيك لا مرتك ولا حدا بيدرى فينا. اي والله راح توهيني لك ام السوس. روحي بس لا تبعتي لي شيء انت على الواتساب، انا مو مشان شيء، ممنوع تستلم هي الموبايل او تشوفه، بس لا تبعتي معلش خلينا على الفيسبوك هيك اروى الي وإلك. وبعد كده حطلع بقى على منطقة ايه الهامش. الشمس قصده انه جو اسم كتير مميز بصراحة، اختي صار لها اكتر من اسمه مختلف. طفولي قلبي كان شغل بالي عليك، وينك لهلا؟ تخبريني بالشغل يعني شو بدي اعمل؟ الله وكيلك ما عم لحق، ضغط ضغط فرطت. يعطيك الف عافية. الله يعافيك يا روح. لا 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 خليكي مرتاحة، بعتت ابو عبدو جاب لي سندويشة فلافل اكلتها. واللي بعده يا ريت والف صحة وهنا. على قلبك روحي. بيبي عمرين موبايلك ما بتسمعه؟ اه على. الو اهلين استاذ. شو ازعاج ما ازعاج؟ لا بالبيت، انا بالبيت ولا يهمك. خلص انا بكره ببعت لك هون على الشغل. امرك. اهلين استاذ. اهلين الله معك. الله معك، مع السلامه. مين حبيبي؟ الشغل حبيبتي، يعني بيعرفوني تعبان وعم يدقوا على البيت. يعني كيف غيرت ملابسك بس رن التليفون؟ اه تعبان والله تعبان. تصبح على خير روحي. شو حياتي؟ رح تنام الموبايل بجيبتك؟ اه لا لا شو بجيبتي، هلا بحطه على الكوميدينا. ايه اه دير بالك حدا يسرق لك اياه، ولا ما بدك يعني شوف شو فيه؟ لك لا شو هالحركات، معقولة انت يعني؟ الا انه بحياتك ما عملتها. لك روحي انا جاييني تليفون الصبح وخايف ما في، مشان هيك يعني يعني اكل همه. ايه لا تاكل هم حبيبي، انا بسمع رنته وفقت لحتى ترد، ولا ما بدك يعني شوف مين متصل؟ لك شو مو مين متصل، ليكني ها ها حطيته ها الكوميدينا قدامك، في مجال نام؟ تصبح على خير. انت من اهله. منيح مالك مغير كلمة السر، كان عم بظلمه ولا قصي متبع حركات وخيانة؟ شو أعمل؟ مالي مطمنة. لا لا هي صفحتك ما فيها شي. شو هالعنوان الجديد ها؟ هيوا بلشت امسك طرف الخيط. ايه استاذ الحمد لله كله تمام، انا رح شيك عليها قبل ما ابعتها على الطباعه. الله يعافيك استاذ. الله يعافيك. الله معك. الله معك، مع السلامه. يسعد لي هالصباح. صليك ساعه عم بتلفي وبتدوري وانا ما عم بفهم عليكي شيء. بدك تقولي لي شو الموضوع اللي جبتيني مشانه من البيت كرفتي ولا لا؟ ريما انت بتفتشي موبايل او اي شيء؟ لا. معك الباسورد تبعه شيء؟ حبيبتي اكيد لا، لانه اساسا لو اي ما بخليني امسك موبايله. ما استفدنا شي معناتها. بدك تحكي ولا امشي؟ رح احكي قصي.
شبه؟ عم بيحكي مع حدا غيري. عم بيخونك يعني؟ ما بعرف، يمكن. بس لا، أنا يعني ما بظن إنه وصلت لهون القصة. بس تخيلي إنه مبارح اكتشفت إنه عامل فيسبوك جديد. وين المشكلة؟ شو وين المشكلة؟ ما هو لو ما في شي بده يخبيه علي أو في بنات عم بيحكي معه، ما كان عامل فيسبوك جديد. كيف عرفتي؟ ما أنا مبارح بس فتت على الفيسبوك تبعه طلع الإيميل جديد مسيفه عليه، وأنا هون بقى بلشت شك. مالي مرتاحة أبداً، وخصوصي إنه متغير معي. كيف يعني متغير؟ تخيلي إنه الموبايل تبعه كل الوقت بجيبة البيجامة، لك ما عاد ورجاني إياه. وغير هيك تصرفاته واهتمامه بالبيت صايرة عدم عدم. طيب ليه ما واجهتي بهالحكي؟ ما فيني، بخاف إني أعرف شيء ومكرهه، وأنا بحبه. ألو، إيه أهلين سليم. إيه حكيت مع لؤي وهلأ هو بده يحكي معك. اسمع سليم، بده تحكي معك رولا ليكا جنبي، تفضل. ألو، أهلين سليم، حمد لله على السلامة، كيفك شو أخبارك؟ أنا منيحة كتير. سليم، شو بدي أسألك، أنت لساتك بتهكر إيميلات وفيسبوك وبتطلع المساجات اللي فيهم؟ كتير منيح، لكن سليم دخيل عينك، بدي إياك كتير ضروري. خلص بس تجي بقول لك. الله معك. يس، مجنونة. أمان 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 أمان، والسامعين عيوني. الله، بترح لك مشوار. أهلي أهلي الأستاذ قصي، الله يسلمك هالآمي. شو الأغاني الحلوة هيك؟ لك هيك عم بندن من الملل والله. قول ألوف أوف 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 أوف. الله عليك يا أستاذ، اليوم المسج جاي يسر عندك وضل قلك أوف للصباح اليوم؟ لا أستاذ، يعني أنا كنت ناطرك مو مشان أسهر عندك هيك، عايزك بشغلة ضرورية. أمور أبو سيم، قل لي شو بدها؟ هو من ناحية بدي، ومن ناحية في شي. أمور قل لي، لازمك مصاري؟ لك لا، شو مصاري ما مصاري، أعوذ بالله خيرك سابق أستاذ. بس أنا عندي في صاحبي من هدول المطربين الجداد اللي طالعين يعني، حابين يعملوا فيديو كليب. إيه مو غلط، ليش لا؟ انت عيني، لا تكون انت. ها لك لا، شو انا عامل لك صاحبي؟ لا والله مو انا صاحبي. فهو صاحبي هذا الفيديو كليب بده وحده صبيه تكون معه بالفيلم بهذا تبع يعني الكليب. ايوه، فانا اقترحت عليه انه نجيب البنت اللي كنت قاعد انت وياها بالمطعم لحتى تعمل معه الفيديو كليب. شو صار لك؟ شو صار لك ابو سيم؟ شو صار لك؟ فضحتني. بعدين عن مين عم تحكي انت؟ صحيح انت جاري وحبيبي وصحفي محترم، بس لا تاكل هم، هون حفرنا وهون طمرنا، ولا كأني شفتك بالمطعم بنوم. ايه كنا قاعدين عم نحكي شغل يعني. مزبوط، كله شغل. وقت اللي كانت عم تطعميك بإيدها شغل، وقت اللي كنت حاطط إيدك على خصرة كمان شغل. كله شغل. خلص خلص أبو سيم، فضحتني شبك، شو المطلوب؟ ما بدي شيء، بس وقت اللي رفيقي وصديقي هذا المطرب يعني ينوي يعمل الفيديو كليب بدي رقمه بس. ايه خلص خلص، مثل ما بدك. ايه الله يتمم الامور على خير. قول يا روحي. ممكن. شو ما بدك تنام؟ روحي لا، حاس حالي متنشط هيك وجعبالي اكتب. طيب لك، انا رح فوت نام، ريح شوي لبين ما انت تخلص. ايه ايه تقبليني، ونامي نامي وارتاحي. شو انت شغل بالبيت وشغلك؟ الله يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك، صباح الخير. الله معك روحي. ليه سكرتوا اللابتوب؟ ما سكرتوا روحي، هو هيك لحاله نزل هيك. هو هيك مفتوح يعني؟ لا هو زحط، ما بعرف يمكن. اعطيني موبايلي لإلك. تمام. نيا. زحط من هون، ما بعرف يمكن خربان الباب تبعه أو شيء. شو عليك؟ لك انت الصحفي الكاتب المثقف؟ كان عم تخوني؟ نازل عم تحب وتعشى وانا مثل الجد قاعدة؟ لك ليش؟ لك لسه ما وصل لنا سنة، ليش؟ لك شو خليت لبعدين؟ عشان ما تتقموزي فيني؟
والله لا خليك السوشيال ميديا كلها تموت رعبه منه، والا ما بكون اسمي رولا. انا بورجيك. هات لنشوف شو جايينا مسجات. شوف يا قصي يا صحفي يا مهذب، البنت يلي اسمها سالي هي من خصوصيات عملنا والممنوع الاقتراب منها او الحكي معها بتاتا. لا نحن بنعرفك ومنعرف كل حياتك وعيلتك، منعرف شو اكلت امبارح وشو رح تاكل اليوم، نعرف عنك الشيء اللي انت ما بتعرفه عن حالك. لا مين هدول؟ قصي فارس معذب. لا ما هذا الحساب الثاني. احترم جريدتك اللي بتشتغل فيها، واحترم زوجتك قبل ما تعرف قصتك مع سالي، والتفت لشغلك وبس. وإلا شو هاد؟ ولك وين صرت أنا؟ ولك ليش هيك عملت؟ والله مو قصي اللي بيتصرف بولدني. يمكن هاي نزوة ما بقى تنعاد. إيه بس كيف عرفوا كل شيء؟ ألو؟ شلونك روحي؟ شو أخبارك يا عمري؟ روحي أنا اشتقت لك كتير. ليه خير بيبي؟ في شي؟ ما في شي روحي، بس أنا ما بعرف اليوم ليش هيك حاسس إنه لازم أقضيه معك. أوكي بس بيبي أنا كتير تعبانة اليوم. روحي انسي كل شي، قومي البسي وأنا جاي أخدك نروح نتغدى بأي محل بدك إياه، واختاري محل نسهر فيه كمان. طيب ماشي. يلا يا عمري. يلا باي. 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 لك عم. عشان تعرف يا أستاذ قصي إن كيدهن عظيم.